وياسين حبيبي يختم حلقة اليوم بالمسك. ياسين حبيبي اللي غنى للنساء صوت النساء اللي هو عمل راقي ومميز جدا، غادي نتكلموا عليه. قبل من ذلك غادي نرحبوا بالنجم مدينة مكناس، نجم العاصمة الإسماعيلية للمغرب، فمرحبا بك مرة أخرى. شكرا شكرا. احنا سعداء جدا باستضافتك اليوم. بارك الله فيك، وأنا أسعد أني نشارككم هذا الاحتفال هذا باليوم العالمي للمرأة. أقل شيء يعني نقدمه هو فقط يعني أغنية، لا شيء حقيقة. لابد أن تكون أكثر يعني تفعل الأغنية، يعني الكلمات الأغنية هي اللي خصها تطيح للأرض وتفعل فقط، هذا هو الأساس. كون رجالة يتكلموا بحال ياسين حبيبي. إذا اللي كيقول ياسين حبيبي تيقول قمة الإحساس، قمة الإبداع، الروحانية، يعني ما شاء الله صوتك والكلمات والاختيارات ديالك كلها راقية متميزة. كنا استقبلناك قبل في تجليات روحية، كان هو عنوان الألبوم اللي سبق وقدمتيه وعرضتيه في صباحية دوزيام. هذه المرة جيتينا في إطار الاحتفالات العالمية بالمرأة، جيتينا بالجديد ديالك اللي هو صوت النساء، كما قلت راقي جدا، عمل متميز. تكلمني لنا كيفاش جا هذا العمل، علاش هذا الإهداء لكل النساء في هذه المناسبة هذه؟ نعم، هو أنا كنت موجد إهداءين، كانت صوت النساء مطروحة، وكانت كذلك لا يكرمهن إلا كريم مطروحة، هما جوج أغاني. سلام. فهاد الجوج أغاني الأولى كان غادي يغنيوها فنانين مغاربه، وكانت غتعرض في واحد الفيلم، مسلسل او فيلم اظن، لكن وقعت يعني بين شد وجذب، فاستقر الحال على اني انا نغنيها. هي من الحان السي رضوان الديري والكلمات ديال زكريا حداني والتوزيع ديال سي عبد الله هاني الشاعر اللي كان كان نوجه له التحيه بزاف. سي حداني تبارك الله عليه والاعمال ديالو الراقيه. تفضل. فبدينا بصوت النساء، والحقيقه ما فاش قمت بها يعني بالتنزيل ديالها لقات واحد الاستحسان كثير من النساء، لانه اولا كما كتعرفوا انا كنادي الغناء الروحي، فكذلك كما قلت لك ما غاديش نبخل على الجمهور باداء يعني مواضيع مختلفه، كذلك سواء كتهم النساء او كتهم المجتمع او كتهم اي شريحه من الشرائح او من المشاكل اللي كيعيشها المجتمع المغربي او العربي. فالفنان هو صوت الشعب، وهو صوت الأمة، وهو صوت العالم، يعني فقط يترجم أحاسيس ما يحس به ويشعر به الشعب، كذلك للشعب، يعني من الشعب إلى الشعب. هو كذلك منين كيشوفك لالا سميرة، منين كيشوف لالا ليلى، كذلك منين كيشوف لالا ليلى، فيعني هي كتترجم واحد الحالة عند المرأة، كذلك ليلى كترجم واحد الحاله عند المراه، وانت كذلك كل وحده في اختصاصها. كل امراه دابا في التلفازه كتشوف سميره وكتشوف ليلى وكتشوف ليلى وكتشوف كاين كيشوف ياسين وكيشوف، فاحنا صور او نماذج نعبر عما يخارج صدور الشعوب فقط بكل يعني بساطه. هادشي كله صوت نساء. يعني شويه هو على الصوت، احنا قلنا صوت نساء، هو شنو قلنا ان صوت نساء يعني صوت انه مسموع ولا مسموع، فهمت؟ لكن بغيناه يكون مسموع يعني بالفائده. بالفائده. غادي نسمعوا منه مقتطفات، ما غاديش نخليو المشاهدين يسمعوا منه مقتطفات، غادي نرجعوا للعمل الجديد اللي جيتي به هذه السنه اللي قلتي عليه لا يكرمهن الا كريم. فبغينا نسمعوا منه اولا شي حاجه باش نعرفوا. لا يكرمهن الا كريم هي قطعه للشاعر بدر بن عبو اللي هو غادي على المنوال ديال الفقيد نزار قباني يكتبوا يعني المدرسه ديالو، فهو ملم بهذا الشعر الحر. هذه حقيقه كلمات رائعه، عجبتني الكلمات، ثم غادي الحقيقه غادي نعطي بعض منها، حيت هو مازال ما صدراتش الاغنيه. مازال ما صدرات، تصدر ان شاء الله، لان ما بغيناش نزاحموا صوت النساء مع لا كريم ولا لا كريم، ولكن المناسبه يعني يجوز فيها اكيد استثناء. فهو حقيقه كتب على المراه بواحد الشكل جميل جدا، فنقدم لكم وصله منها. لا يكرمهن إلا كريم، هذا قول رسول أمين. لا يكرمهن إلا كريم، هذا
قول رسول أمين سيد المحبين ونحن له من التابعين خلقنا على أشكال الورد فيهن النرجس والياسمين خلقنا على أشكال الورد فيهن النرجس والياسمين إذا سقينا بالمحبة فتحن وملأنا الكون عطرا ثمين أنا من احترامي لك تهذبت وصار ذوقي بما تحبين يا زهرة العمر وأم البنين والنعم الكريم ياسين حبيبي يا سلام لا يكرمهن الا كريم تبارك الله عليك في انتظار نزل اصدار هذه الاغنيه هذه ما شاء الله عليك غادي نتشوق باش ناخذوها ونشوفوها ونسمعوها اكثر باذن الله غنزلوها فيديو كليب ان شاء الله يا سلام هذه مفاجاه هذه ما كانتش في خباري اذا غادي نسمعوا صوت نسا وهي اهداء لكل السيدات اللي كيشاهدونا في هذا الصباح هذا ونرجع لكم للحوار ديالنا مع ياسين حبيبي ياسين انا بغيت ننشر واحد الحاجه مهمه لان الوقت ما بقاش لينا بزاف مسلسل السيده الحره غادي نشوفك فيه كممثل هذه المره رمضان المقبل ان شاء الله غادي نشوفك يعني كرجل صوفي يعني كنشوفك تأدي اغاني صوفيه فقول لنا شي حاجه كيفاش كانت هذه التجربه هذه شوقنا ليه هو الحقيقه هذا المسلسل جاء يعني مفاجاه من طرف يعني الاصدقاء الممثلين سي هشام بهلول كذلك كليله بنعيلات فهم اصدقاء ديالي وسي ابراهيم الشكيري فجات الفكره منهم على انه لان المسلسل يحكي عن امراه قويه حكمت المغرب يعني في القرن 16 على ما اظن ففيه بعض يعني في الاسواق كيكون شي مجذوب هما نظرا لاني انا ما يمكنليش اول مره في التمثيل انني ندير الصورة المجدوب كما هو فجات الفكرة ديال كليلة بنعيلات أنه يكون مجدوب يتغنى بال يعني بالغناء الصوفي هكذا تكون يعني واحد الإضافة في المسلسل وفعلا كذلك يعني صورت تقريبا 12 المشهد هكذاك من المسلسل يعني راق المخرج والجميع من سمع يعني هاد الظروف ديال التسجيل ديال او التصوير ديال المسلسل اللي كنت فيه طرف يعني في المشاركه فيه مع ممثلين قديرين اخر حاجه نقولها للمشاهدين ديالنا هو فين غادي يلقاوك قريبا ان شاء الله جمعيه روح مكناس اللي انت كتنتمي لها كتنظم سنويا مهرجان مكناس الدولي للثقافات والفنون فوقاش الموعد هذا السنه هذه الموعد ان شاء الله تعالى هو اوائل شهر ابريل من 7 الى 9 ابريل ان شاء الله تعالى غادي تحتضن مكناس مهرجان مكناس الدولي للثقافه والفنون اللي كتنظمه الجمعيه اللي انا كنشتغل فيها رئيس ديالها
فكندعيو جميع يعني كندعيوكم نتوما الاولين بعدا. الله يجازيك بخير. نتوما دابا نتوما اللي قرب حدانا وكندعيو المشاهدين اللي غيشوفونا ان شاء الله تعالى لانهم يكونوا مرحبا بهم في مكناس في هذا الفيستيفال هذا اللي هو كيتغنى بالتراث ويعني بجميع الالوان التراثيه المغربيه. ونتمنى ان شاء الله تعالى انه ينال الاعجاب ديال الساكنه. ياسين حبيبي كنشكرك بالنيابه على كل النساء بهذه الاعمال الجميله اللي جبتي لنا اليوم، وان شاء الله نتلاقى في اعمال